ننتقل الآن كيف خلق الله عز وجل حواء أمنا. خلق حواء من ضلع آدم، ويقال من جهة القلب، ثم قال لهم اسكنوا الجنة وكلا منها ما طاب لكم ولا تقربا هذه الشجرة. فعلا عاش سيدنا آدم وحواء في جنة النعيم، يأكلان مما طاب لهم من الفاكهة والخضر وما أنبتت الجنة، ولم يقرب الشجرة، ولكن الشيطان وسوس لهم وجاءهم في كثير من الصفات حتى يذلهم ويدفعهم ليأكلوا من الشجرة. باءت محاولات الشيطان بالفشل، ولما علم الشيطان أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو يمجد الله ويعزه ويقدره ويحترمه، فجاءه من هذا الباب، فأقسم له بالله عز وجل، ولم يكن يعلم أن سيدنا آدم أن هنالك خلق من خلق الله يحلف باسمه جل وعلا كذبا، فصدقه وأكلا من الشجرة. وهنا بانت مساوئ كلاهما، فآدم رأى مساوئ حواء وحواء رأت مساوئ آدم، فأخذوا يفرون من بعضهم لبعض، حواء تفر من هناك وآدم يفر من هنا، من الشمال ومن الجنوب، وكل يفر من بعض، لأنهم رأوا مساوئهم. يعني بعدما أكلوا من هذه الشجرة أصبحوا يرون مساوئهم، فكان الله عز وجل يرقب ذلك، فقال له أتفر مني يا آدم؟ فقال آدم لا والله، لا والله إني أفر من نفسي، لأني ارتكبت ذنبا، وأنت يا رب نبهتنا وقلت أن لا نقرب هذه الشجرة، ولكن اقتربنا منها وأكلنا من ثمارها. فقال الله لآدم انزلوا إلى الأرض، يعني هنا نزل آدم وحواء إلى الأرض، قال انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. وهنا بدأت المعركة، المعركة التي لم تنتهي إلى الآن إلى قيام الساعة، معركة البشر مع الشيطان ووسوساته. وهنا بدأ جيل جديد وعهد آخر في الأرض. نزل ثلاثتهم إلى الأرض، قال هبطا بعضكم لبعض عدو،
نزلت حواء وآدم والشيطان نزل معهم إلى الأرض. ثم بعد ذلك ظل سيدنا آدم يرجو ربه ويستغفره ويبكي لذنب ارتكبه، فهو أخرجه من الجنة، أخرجه من دار النعيم، من دار الخلود. ثم تلقى آدم كلمات من ربه فعفى عنه، والله سبحانه عز وجل غفور رحيم بعباده. نزل، ومن هنا بدأت البشرية بالتكاثر. وكانت طريقة التكاثر هي أن آدم وحواء من ذريته، البطن الأولى إذا كانت البطن الأولى ولد فالبطن الثانية أنثى، ويتم التزاوج. وسنحكي أيضا عن قصة قابيل وهابيل. قابيل وهابيل حدثت مناوشات بينهما حين اختلف الشقيقان الإخوة أو الأخوة في قسمتهم للزواج. فالعرف يقول أن حواء كانت تلد في البطن ولدا وأنثى، ذكرا وأنثى. ففي البطن الأولى كان الذكر منها يتزوج الأنثى من البطن الثانية، وفي البطن الثانية كانت الأنثى تتزوج، كان الذكر عفوا يتزوج من البطن الأولى، من الأنثى التي جاءت من البطن الأولى. المهم، وقع خلاف بين الإخوة قابيل وهابيل، وكان سبب الخلاف هو قابيل. أول من بدأ بالعداوة والبغضاء هو قابيل، فقابيل رفض هذه القسمة وأراد أن يتزوج من امرأة أخته، ابنه، أخوه عفوا، من امرأة أخوه. فقال لهم آدم: قدموا قربانا لله، ومن يقبل الله قربانه فسيتزوجها. فوافق الإخوان، وكان لقابيل بستان من سنابل القمح يقال، وهابيل كان له قطيع من الغنم والشيا. فقابيل اختار أردل أنواع القمح والسنبل ووضعه على جبل. أما أخوه هابيل فقد اختار أجود الغنم عنده وأسمنهم ووضعه على أعلى الجبل، وقال لهم آدم: من يحترق قربانه فمعناه أن الله قبل قربانه. فالله عز وجل قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل.
فاشتد غيظه وغضبه وحقده على أخوه، وكبرت العداوة بينهما. ولما رأى قابيل بأن قربانه رفض وأن قربان قابيل هابيل هو الذي قبل، قال له: والله إني قاتلك. توعده بالقتل. يا للهول، يا للصدمة، أول مرة تحدث واقعة كهذه، أول مرة يشهد البشر واقعة كهذه. المهم، توعده بالقتل، وكل هذا من صنع الشيطان. مرت الأيام، ثم تأخر هابيل في العودة، لم يعد في وقته، فقلق عليه سيدنا آدم وقال لهابيل: يا هابيل، اذهب وابحث عن أخوك فقد تأخر في العودة. ذهب هابيل، وهنا اغتنم الفرصة، بحث عنه في كل مكان حتى وجده ملقا على الأرض نائما، غارقا في نوم عميق. قال هابيل: إنها لفرصتي، سأنفذ وعدي له، وقلت فقد أقسمت إني قاتله. نظر من جوانبه، لم يجد شيئا، فوجد حجرا كبيرا، فأخذ ورماه على رأس هابيل فمات. قتل قابيل هابيل. يا لسوءة ما فعل قابيل بأخيه هابيل. هنا استفاق قابيل حين رأى رأس أخيه والدماء تجري منه تسيل. يا سوءتاه، ماذا فعلت؟ قتلت أخي. وأخذ يبكي نادما، ثم بعث الله له طيرا من طيوره، وهو الطير الخفاش، وهو طير الغراب، حتى يعلمه كيف يداري سوءته، كيف يخفيها. فأخذ هذا الغراب، غرابان تشاجرا فيما بينهما، ثم قام واحد بقتل الآخر، ثم قام بدفنه. وهنا قال قابيل: يا سوءتاه بما فعلت، فعلتها ولم أعرف كيف أداري سوءتي. ثم قام وحفر حفرة لأخيه وأخفاها ودفنه. نتمنى لكم المتعة والفائدة.
وأتمنى أن أكون ضيفة ثقيلة على مسامعكم. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.